بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تعزيه ومواساه الى اخيه صاحب السمو الشيخ مشعل احمد الجابر الصباح امير دوله الكويت الشقيقه اثر نبا اندلاع حريق في منطقه المنقف وما نتج عنه من وفيات واصابات. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تعزيه ومواساه مماثلتين الى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دوله الكويت الشقيقه. وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة